Bonjour à toutes et à tous, mes amis chez Malia Food. Aujourd'hui, on va préparer une recette tunisienne qu'on le prépare toujours la fin de Ramadan. C'est pour l'Aïd, c'est le makrout. Les ingrédients pour la recette. Alors, il me faut deux bols moyennes, un bol de semoule extra fine et la moitié d'un bol de farine. Et on va prendre un bol d'huile végétale. Le quatrième bol, c'est d'huile végétale. Donc, je répète. Deux bols de semoule moyenne, un bol de semoule extra fine, la moitié d'un bol de farine. Et le quatrième bol, c'est d'huile végétale. J'ai pris des dattes, moi j'ai pris 1 kg. Je l'ai bien travaillé avec d'huile d'olive et un peu de cannelle. Rien d'autre. Vous pouvez mettre qu'est-ce que vous souhaitez, des amandes ou qu'est-ce que vous souhaitez, mais au grain de sésame. Mais moi, je préfère comme ça à la friture, je n'ai pas de soucis. De sirop de miel que je l'ai préparé à la maison. Vous pouvez voir la recette si vous souhaitez sur ma chaîne Malia Food. Grains de sésame et l'eau de fleur et un peu d'eau tiède. Et il me faut pour parfumer notre macroute un peu de cannelle, de curcuma et de gingembre et sel. Les mesures pour parfumer, les mesures que je l'ai préparées. Moi, je prépare, j'ai mis cuillère à café de curcuma, cuillère à café aussi. De gingembre, pareil pour cannelle et de sel, la moitié d'une cuillère à café de sel. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre recette. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحضروا مقروض، مقروض تونسي معروف. والمقروض هذايا نحضروه خاصة في العيد، بعد رمضان نحضروه للعيد، ونحضروه زاد كيف كيف لشرب التي القهوة في سير الأيام، مي خاصة نحضروه في الحقيقة للعيد. أغلب الناس يحضروه في العيد. شنو يلزمنا للروسيت بتاعتنا؟ يلزمني سميد مويان متوسط، يكون ماهوش الخشين برشا باش ما نغلطوش في السميد. السميد يكون ماهوش احرش ماهوش معناها جويد بكل بكل، يكون في الوسط مويان. عندنا المقياس باش نقيسو به، عندنا الصحفه هذه، الصحفه هذه ناخذ بها زوز صحافي تاع سميد مويان، ناخذ صحفه بهم سميد اكسترا فين الرطب هذاك نحضر به الخبز، وناخذ شطر الصحفه نتاع فارينا. نعاود لكم وراهو تو نحط لكم في صندوق الوصف الميزور، مي تبعوا بالكدا بالكدا لي ميزور راهو تنجحوا في الروسيت نتاعتكم، مش نشوفوا سميد وطف طف ونعملوا ومن بعد الروسيت ما تنجحش وتمشي البوباله. نعملوا الصحفه هذه صحفه ولا كيس ولا اللي هو، انا حطيت الصحفه هذه، تنجموا تحطوا كيس، نجموا تحطوا مزير اخرى معناها ميزان اخر. انا حطيت الصحفه هذه، بالصحفه هذه ناخذ زوز صحافي سميد متوسط، عليهم صحفه سميد ارطب ارطب نحضروا به الخبز، وعليهم شطير صحفه نتاع فارين. والرابعه هي الزيت، الزيت يكون ماهوش زيت زيتونه، انا ما نحضرش بزيت زيتونه خاطر الزيت زيتونه وقت المقروض مانيش باش ناكلوه في نهار ولا اثنين، باش نخلوه مده 15 يوم ولا موجود عنا ما يعملش ريحه تقلق. فما ناس يحبوا زيت زيتونه، تنجموا تستعملوا زيت زيتونه فما حتى مشكل، وما راهو المستحسن. والمستحسن زادة تنجموا اذا كان تستهلكوه المقروض نتاعكم فيسح فيسح ويجيكم بنين خير، تستعملوا زبده وزيت. والمقروض تستهلكوه الحقيقه ما يبطاش برشا خاطر الزبده بتعرفوا نجموا ما تصفوهاش، واحد ما يصفيهاش كومي فوق والزل في المقروض يفسد. اهم احسن طريقه هي راهو الزيت، يكون زيت القطانيه اذا كان متوفر، ويجيكم المقروض وتخلوه مده حتى 20 يوم عندكم ما يفسدش وما يتغيرش، واذا كان حتى شاح زيدوا تشحروا. هذا ما يلزم الروسيت. بعد ناخذ التمر، التمر عجنته عجنته بالقرفه بالكدا بالكدا والزيت معناتها بالزيت والقرفه وتعجنوه، وتحضرتو بالطريقه هذيا باش ما نتقلقوش في ساعه في ساعه باش نربحوا الوقت. واذا كان عندكم التمر يابس، الناس اللي فما ناس يقول لك انا التمر يابس وما يجيني نشتريه وندير شنو، فوروه التمر فوروه، بردوا بكم الماء تفوروه وتعجنوه بالزيت الزيتونه ولا بالزيت العادي وتفوحوه بالقرفه خير. راهو كي تحوحوا بالجرجير تنجم تتحللكم ويفسد لكم الزيت وتولي مشكله. فما ناس مش مستانسه تاع المقروض تحير معناتها الزيت يفسد لها، تعملوا شويه قرفه تفوحوه وكهوه وتعجنوه بالزيت وتحضروا بالطريقه هذه. عندنا العسل، العسل هذا حضرته انا في الدار، واذا كنت تحبوا الروسيت راهي موجوده على القناه نتاعي ماليه فوت، موجوده الروسيت وتو نحط لكم الليام نتاعها. والجلجلان تنجموا تزينوا بالجلجلان بالفستق اللي تحبوا انتم، راهو للزينه الجلجلان ماهوش حاجه
وعندنا مزهر، مزهر ضروري يعني باش نستعملوه، وعندنا الماء يكون متلذذ. باش نفوحوا السميد نتاعنا يلزمني سكين جبير، انا نحط سكين جبير، راه سكين جبير يفوح لي ويخلي لي المقروط نتاعي عنده ريحه خاصه، والقرفه والكركم وشويه ملح. هذا ما كان باش نحضروا الرسيط نتاعنا، تبعوني بشويه بشويه. الرسيط هي الحقيقه طلب وقت وما تحفونا برشا، ونخلوها مده كبيره ونفرحوا بها في العيد وفي سيور الايام زاد، علاش لا. تابعوني تو تشوفوا الرسيط، نحضر القصحه نتاعي. اون فا كومونسي مي زامي، نبداو الرسيط نتاعنا وبسم الله، ونحطوا شطر صحفه نتاع الفرين، نحطوا الصحفه نتاع السميد. لا طب هاكم شفتوا الصحفه كيفاش معبيه، ماهوش تعبوها معبيه برشا ومن بعد الميزان ما يجيكمش بالضبط. شفتوها الصحفه، نحطوا الصحفه سميد لارتب، ونكي لكم السميد هذيك المره. هاتوا نكيلو مع بعض، اي فوالا لي دو بول نتاع السميد المتوسط. السميد المتوسط يكون هذايا، نعرف شي فما بلدان متوفر فيها ولا لا. كيلو السميد ونتبعوا ايتاب باغ ايتاب، وبقدرة الله ما تفسدلكمش الروسيت نتاعكم. راهو كل ايتاب في المقروض، كل حاجة موجودة في الروسيت معناها عندها دور، التخليط بالماء عنده دور، السميد عنده دور، القليان عنده دور، معناها يلزم واحد يتفرج في الروسيت من الأول حتى الآخر، ومن بعد يعمل المقروض نتاعو، هنا ولا غيري في أي قناة، يتفرج في الروسيت ويشوفها يعرفها الروسيت ناجحة ولا لا. إيه هذايا الصحفة الأولانية نحطوها، هذايا الكل باش نفهمكم باش يجيكم المقروض ناجح. حط سميد كاير ها هو السميد تاعي، حط الضبط على هما صحفتي. توا نحطوا عليهم اللفاح هذاك، حاطينه لفاح يعني لفاح شنو هو، الكركم ماسكين جبير والقرفه، مش باش نحطوا لفاح العادي. خلطوهم بالكدا بالكدا، وراهو فما ألف طريقه للمقروض، يعني ماهيش الروسيت هذيا برك، راهو ألف ما ألف 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 طريقه، والمقروض كلنا راح خاطر نتعبوا فيه. اي روسيت نجم نقولوا عليها باهي، علاش خاطر واحد يتعب فيه الحقيقه، راه المقروض مش سهل باش نحلو. انا نفضل نخدم بقلاوه وما نخدمش مقروض. خلطوا بالكدا بالكدا، للفرينه تتخلط باش ما تجيكمش بعد معجنه، خاطر ساعات تتفرج في فيديوهات تشوف الفرينه كيفاش بيضه كي يبدو يحضروا قصوا، لا يلزمها تكون كل مع بعض وتخلط بالكدا. التخليط هذايا عنده دور كبير، ماهوش نحطو الماء وصاي سي بون، لا التخليط هذا عنده دور كبير. روسيت توا خلطناها بالكدا، باش نحطو صحفة الزيت، تنجمو تحطو الدهان اذا كان الدهان الحقاني يعني متوفر في بقعتو، ما ثمش ما خير منو الدهان العربي، وما سبيل برشا الحقيقة. حطوا الزيت، الزيت فما شكون يقولك علاش ما تسخنيش الزيت، لا انا ما نسخنوش الزيت، مانيش ناقصين قليان الحقيقة، هو ماشي تقلاب في طبيعته، علاش انا مش نقليه الزيت. ايه شفتوه المزجر، ها ولا مزالين. نحط توا ونخلط الخليط هذا كله مع بعض بالطريقه هذه، زادة عندها دور. نبدأ نخلطو بالكدا قبل ما نبدأ نحطو الماء، حتى بالطريقه هذه هكا.
عملته لما تشوفوا باش كل الزيت يدخل في السميد هذاك نتاعكم. واذا كان شفتوهم بس السياسه والكعبه المقروره تحلت لكم نجموا زيدوا شويه سميد متوسط. اذا كان شفتوا المقروره نتاعكم تحلت قبل كي نبداو باش نحضروا ديما نقلوا كعبه ولا اثنين قبل ما نبداو نقصوا نجربوا لاطول ولاني ونشوفوا المقروض نتاعنا ناجح ولا لا قبل ما نحط التمر وقبل نبدا بلاطو ونجرب. خلط بالكدا فو بيان ميلانجي هي بس يعني على قاعدة. شوفوا هكا راهو السميد نتاعكم بس كما يفوق. توا نحضر الماء متزاد نتاعي جو بريبار لو اي لو دو فلور جو بريبار نوتر بول تو دابور اكوتي دو موا ناخذ صحفه باش نحط فيها هذاك الكل ونخلي الشطر الاخر باش نحكمو. نحضر صحفه باش نحط فيها ماء زهر ولا ماء ورد ولا عشبهم بول شو برو ان فيغ بور ميزوري كوم سا اون في موتي موتي ما جو ترافاي افيك لو دو فلور فوكو بور ما كرود كي سوا بارفيمي. جاجوت دو لو تياد حط كيس ماء متلذن وكيس ماء زهر ولا ماء عطرشيه ولا اللي هو عندكم ونخلط باش نبدو لهنا متفاهمين. ناخذ توا السميد نتاعي هذاك الحاضر ونبدا بشوي بشوي نحط الماء بتي بتي باتو على فوق دوسمون شوية بشوية ونبدا نلم العجينه نتاعي. المقروض كما تعرفوا ما يحبش العجينه لموه بالطريقه هذه حتى تلمنا العجينه تولي عنا عجينه. عجينه ماهيش يعني نتاع مقروض كيما الخبز المبسس تبدو تلمو بالطريقه هذه حتى تحصلوا على عجينه. في صوره ماء المقروضه تسد لكم يعني مش تسد يعني جام بس ياسر وما نجمتوش تديروا له امور ما ترموش المقروض نجمو تحطوه في الفرن ما ترموش المقروض نتاعكم. الناس هذوك الانسان يتعلموا البنات معناتها ما تحيوش ولا الاولاد زاد كيف نبدا نصب الماء بالطريقه هذه تصير فصل اي فوالا جيسكا جاريف بريباري لو بات هاكا بشوي بشوي بدا يتلم الماء العجينة تتلمن. بالكف نتاع يدي هذا انا لم العجينة نتاعي. حتى لم العجينة نتاعي. وتوا تخدموا بيديكم الاثنين قاعد تشوفوا العجينه تلمت شوية بشوية حتى
ثالثه تجنس كل مع بعضها غير ما نعجن هيك الخبز. باش نخدموا المقلوب نتاعي ونحضر المقلة على النار باش نجرب اسك المقلوب نتاعي صافا ولا لا. نحي القصعه باش نخلي بلاصه جو بريبار ما بوالا بور لا فريتور سور ان في دو. حط على نار هاديه حتى ما بين لحظات البلاطو نتاعي باش نجربو بعد نقص ونكمل خدمتي في عقلي. باش نبدا متهنيه سيور المقروض ناجح خاطر مش نحطو تمر ومن بعد نحصلو ومن بعد تمشي القبيله. دونك حطيت الفريتوز نتاعي ولا المقله اللي عندكم تكون مقله ماذا بيكم رزينه. نزيدو شويه زيت باش يتخمل مقروض كما يفو. فوالا اون فا ميتر سور لو فو دو. Il faut bien s'organiser lorsqu'on prépare des recettes difficiles. Comme ça, on gagne beaucoup de temps. Voilà. Non, ça dépend comment vous allez travailler. Je vous montre la plus facile. Je prépare comme je fais un boudin. Amalie, c'est la barche à dire. تمرها وبحذية ناخد توا زيت نرهفو شوية بيتو كي تخدمو وتحضرو كل شيء بحذاكم فيسع فيسع عليها تنجمو تخدمو الروسيت تاعكم فيسع فيسع مبقوش نعجمو تمر واحد وكل شيء كل شيء نحضروه نحضرو الطابع نحضرو السكينة مش نقصو بها البلاطو مش نحطو فيه. نبدا نلم كيما تشوفوا لميتو بطريقه ماهوش مفشفش يعني كي تحطو ما يبداش من بعد كي يطيب يبدا السنيد ظاهر وكل شيء من الموم. ها الموم بالكدا بالكدا كيما تحبوا انتم كعبه كبيره كعبه صغيره انتم عاد تتحكموا في الطابع نتاعكم القصا. انا عندي الطابع جي مون طومبون لي جون كي زون با دو طومبون اي بوف جيست كوبي سي تو pas une obligation. ونحاول بالطريقة هذه بشوية بشوية نحب نوريكم ايتاب باغ ايتاب باش تنجحوا في الروسيت بتاعتكم. الفيديو مش يطول شوية في الحقيقة. الناس ما عندهاش طومبون سي كي لا با طومبون سي با اون اوبليغاسيون. تبقى الكعبة تجيكم مزيانة ومرتوبة ماهوش ضروري. شنب هذاك ما فيش حد شيء قرج كل العجينة كيما تشوفوا الكعبة بتاعتكم تجيكم لجناب ما تقصوش لجناب فو با كوبي لي كوتي فوالا كوم سا موان دو ترافاي اي سي بلي جولي. حطوا كعبة المقروض على روحهم وبالعكس راه كي تبدا العجينه كيفك لينه كيفك عقد ما يبقى في البلاطو ومن بعد تقلو سي بيان يشيح شويه هكا هو شو احنا بدات ناخذ نعاود لكم الطريقه. ونصيحه مر ما تحطوش فيه ياسر الججلين راوي في القليان يقلقكم. فما ناس يقلقها كان شو واحد يعرف بريمون بالقدا بالقدا المقروض ويتحكم يعرف كيفاش صوف كي تروحوه معناه كي الكحول باش تحطوه مع التمر داكوغ. تلمو تخلوش فما هواء فك البودال حضرتوه ايه تو نستعمل الطابع نتاعي والطابع يظهر لي نجمو ناخذوه مع الجيران مع الاصحاب مش حتى مشكلة. قصو قصو الجنب كعبة تجي مرتوبة وحدها. Thank you.
واش نقلقوا روحنا نتحكموا في الكعبه في الزينه زاد كيف مانيش نتبع الزينه تاع لي نتبع شنو انا نحب الكبر تاع كعبه المقلوب. اذا كان مضيق لكم العجينه تنحوا مر حطوا معك مر البلاطو نتاعي قريب لي يكمل وباش نشوف توا عاد اسكو المقروض نتاعي ناجح ولا لا. لا ترميني بروميي بلاطو مي زامي اون فا ايسيي نوتر ماكرود اون فا كومونسي لا فريتور اون فا فوار اسكو اون ا بيان روسي او نو. الناس ما عندهاش طامبون بور لي جون كي جون با دو طامبون او سي اون بو اوتيليزي فورشيت بور فار جيست ديسان سي تو. On va commencer la friture. نبداو القليان نتاعنا. الزيت كيما تشوفوا سخن بالكدا في عقلو ما يتحرقش. نحط بشويه بشويه. وهذايا هو كيفاش يكون قليان المقروض. لازم المقروض متغطي بالزيت بالطريقه هذه مش في مقله كيما نقلو اي حاجه لا. ها شوف. سيت باسون. وما نحركش المقله نتاعي حتى المقروض يشد روحو بالقدا بالقدا. يفو با ميلونجي مي زامي المقروض افيك لا كويير لورسكو فو لو ميتي دون لا فريتوز دو سيت فاسون. و بوجي فوتر فريتوز وبشوي بشوي نبدا الصفايه هذيك نبدا نحرك فيها باش كل الكعبه تشد بقعدها. القليان راهو عنده دور كبير القليان. راهي الكعبة هاذيك كانت جبنية ولا ماهيش طايبة بكدا المقروض يفسد. توا متحلين المقروض متحليش في الزيت. نمشيو نكملو الخدمة تاعتنا المقروض نتاعنا خاطر نكملوهم الكل. ومن بعد في اللخر خلاص نسخنو الشحور ونشحرو المقروض نتاعنا. نتفقدو المقروض نتاعنا كيما تشوفو هاكا شاد روحو بكدا. توا نبدا بالمغرفة نتاع عود لوح ونبدا نقلب فك الكريبات بشوي بشوية. نشوفها ما مش طايبة بكدا نقلبها. عملية سهلة برشا. تخدموا بالطريقة دي بقدرة الله الروسيت نتاعكم تنجح 100%. هاك تشوف كل شيء على عينكم. وتعاونكم الفروتيز هذه النوعية دي تعاونكم. والمقروض عمره ما يتقلى في الفروتيز الكتريك. جامي. Toujours on prépare le macroud avec les friteuses comme ça, comme les casseroles, pas friteuses électriques. نتفقدوا مرة أخرى المقروض نتاعنا. ديك المقروض تحبوه أصفر تحبوا تخلوه كيما هكا طايب هو بالطريقة هذه. تحبوا تزيدوا تحمروه شوية باش يجيكم أحمر شوية تنجموا تخلوه بعد وقت يدخل العسل يحمر. Voilà de cette façon c'est cuit. Si vous voulez qu'il soit un peu doré, vous pouvez le laisser un peu plus. Je prépare ma passoire à côté et je, ça y est, ma croûte est cuite. Nous prenons le macla et nous prenons la salle de la hadar. Comme vous voyez, la salle de la hadar. Si vous aimez la recette, vous allez au milieu de la foudre, elle est présente dans la recette. Il y a une carfa, vous voyez une carfa, il y a une cronfel, il y a une curcum. عود نتاع كركم ونخليه في وسطو ونحيشو. سي فولي فواغ لا روسيت دو سيرو دو ميل اللي سيغ ما شين كويزين ماليا فود. فوالا نحي عود القرنفل هذاكا ديما نخليه في العسل نتاعي خاطر يعطيه الريحة أكثر وأكثر عقب ما نخليه. نزيدو كيما تشوفو العسل نتاعي خاذا على المقروض. توا نسخنو ونحط فيه شويه ماء سخن ساعه العسل ونبقيو نبوخ. العسل نتاعي سخنتو تا
توا مش نزيد شويه من الورد ولا من الزهره، نحط الشلشلان ونحطه المقروض نتاعي البرد. فوالا المقروض نتاعي بارد، نجم نحط كمية كبيرة. ونبدا نشحر المقروض نتاعي. ومادا بيكم ما تخلوه ياخد غرضه من شحوركم الفوق. مدة 5 دقائق وانت تبدو تشحروا فيه بالطريقة هذه. شسكا 5 دقائق. وهذه المقلة هذه ما حمرتهاش ياسر، خليته اصفر شويه. العسل يلزمه يكون خطر شويه. وناخذ القصعة نتاعي ونحط فيها المقروض هذاك باش يبرد في عقله. المقروض ما تخلوش بارك على بعضه، حطوه في حاجة واسعة. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre recette est liée à la fin. C'est le maquereau de l'Aïd. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner et merci beaucoup et à bientôt. Et bonne fête de l'Aïd. Kima tchoufou, sahabi wa habibi. Le maquereau de l'Aïd, le maquereau de Tounsi 100%. On a hâte de l'Aïd. 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 وان شاء الله عجبتكم الطريقه. طريقه طويله شويه ويتطلب وقت شويه باش حضروها، ما ناكد لكم الروسيت راه مقروض تحفون 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 الاخر ويبقى مده كبيره، تنجموا تخلوه مده كبيره محطوط في الدار في بواط بعيد على الميديتي، تنجموا تخلوه حتى شهر. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها وما تنساوش تحطوا جيم
وتحطوا زادة أبوني مالية فود. وإذا كنت تحبوا تعملوا دورة عند كويزين مالية راهي عندها دي روسيت تحفوني برشا، وخاصة البريودة دي نتاع العيد عندها دي روسيت تحفوني برشا. إذا كنت تحبوا تمشوا تعملوا دورة عندها كويزين مالية، إن شاء الله نتقابلوا في روسيت مع أحسن، تبقوا على خير وعيدكم مبروك بالمسبق، وإن شاء الله نتقابلوا يا ربي كان في الأفراح والمسابقات.